أدى مئات المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك داخل المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد بمحافظة جنوب سيناء، واستعدت المحافظة بفتح وتجهيز المساجد الكبرى على مستوى المحافظة لاستقبال المصلين وتخصيص 7 ساحات لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بينهم 6 ساحات بالمساجد الكبرى وساحة باستاد مدينة طور سيناء الرياضي. سادت أجواء من البهجة بين المصلين الذين تبادلوا التهاني والدعوات الطيبة.